أقيمت جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل في 8 يوليو الماضي. وألقى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وممثلو الحكومة والبرلمان والقضاء كلمات تأبين لرئيس الوزراء الراحل. وكان من بين 4300 شخص حضروا الجنازة عشرات الشخصيات الأجنبية البارزة. وتعد هذه الجنازة أول جنازة رسمية في البلاد منذ عام 1967. Thank you.